والله هذا انقلاب عسكري بالكامل 100%، لأنه عندنا المساق الدستوري عملنا لأجل السلام، لكن اليوم حصل هاي انقلاب عسكري يعني بالكامل. عشان هيك نتمنى من الأوضاع في السودان يهدى والوادي يكون سلمي، لازم يتظاهروا والحكومة مش يقتل السلميين دائما، هذا التظاهر يعني سلمي. يعني من حكومة حصلية حكومة المدنية، يعني ضروري جدا حكومة مدنية، يعني نحن عانينا من حكم العسكري من منذ زمن بعيد، يعني تاريخ ميلادي 1992 أنا عايش في حكم العسكري، يعني عايز أشوف الحرية. والآن هم الفترة الانتقالية بتاعتهم خلصت، لا يستطيعون يسلموا الفترة الانتقالية الثانية للمدنيين حتى يتحكموا على مقاليد السلطة. شيء واضح يعني شيء مؤامرة، وهي مؤامرة مش عسكرية فقط، يعني فيها كثير من دول الإقليمية مشاركة في هذه المؤامرة، أولا من الدول الخليجية. أنا شيء واضح يعني كل العالم عارف كلام زي ده، كل العالم عارف وكل الغرب عارف، وشوفوا وهم ساكتين صامتين، لا أحد يدين ولا أحد يتحدث عن أي شيء. الشعب ما يريد الانقلابات، لازم الشعب هو اللي يقرر شو بيصير، شو عايز هو يقرر مصيره، مش يقرر عنه مصيره. هاي انقلاب عسكري من الأول، من أبريل 2019 ما زال الحكومة السودانية أو البرهان هو اللجنة الأمنية لأمر البشير. أنا ما الحكومة الانتقالية، عبد الفتاح برهان هو شنو؟ هو ميليشيا بتاع أمر البشير، كيف أنا أعيد؟ أنا إنسان سوداني. أما عبد الفتاح برهان وحميتي ديل ميليشيا الاسم الجنجويد. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي من باريس عبر خدمة سكايب المحلل السياسي محمد آدم. مرحبا بك سيد محمد. إذا يعني من جهة حمدوك أو مكتب حمدوك على الأقل يكتب على فيسبوك أنه يجب النزول إلى الشوارع، من جهة أخرى البرهان يقول الحمدوك في أمان ونحن نحميه في منزلي حتى. كيف تقرأ هذه التصريحات المتضاربة نوعا ما بين الطرفين؟ تحياتي مساء الخير وشكرا على الاستضافة. غرج لنا البرهان بهذا الكلام الذي لم نكن نتوقعه، بأن حمدوك ما هو في البيت وزاره هو شخصيا، يعني كيف لشخص ما هو في البيت ويزوره في مساء اليوم؟ على حد على أقل تقدير علم الشعب السوداني أن حمدوك في مكان آمن وعند حوزة رئيس المجلس السيادي البرهان، لكن يا ترى هل سيعود الشوارع كما كان في 11 أبريل وتعود الاعتصامات والانتفاضات الشعبية ويعود حمدوك مجددا، أم أن الشارع هو منقسم الآن وأن إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير ضربت بمطالبهم بأرض الحائط ولم تكن هنالك وفاق وطني وكلمة جامعة وقيادة رشيدة من أجل ترتيب الصفوف وعودة الشرعية وعودة الديمقراطية وعودة الشعارات الثورية والعودة إلى الدستور والوثيقة الدستورية. يبدو أن ما جرى للأسف الشديد أن هنالك إملاءات خارجية، صراحة ليس هنالك أبغرية يجعل السيد البرهان يمضي نحو هذا المنهى القطير، وإنما هنالك إملاءات إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان كما جاء في تقريركم من الدول الإقليمية التي أملت على البرهان أن يمضي نحو هذه المغامرة الكبيرة، يضرب بكل هؤلاء الوزراء ويعتقلهم بهذه الطريقة، وأشار في خطابه الآن بأنه سوف يتم تقديمهم إلى المحاكمة، والذين لم يتورطوا في الفساد وفي تحويض النظام والمؤامرة والعنصرية والتحريض ضد الجيش يتم إطلاق سراحهم، أما الذين تورطوا، وهنا إشارة واضحة إلى السيد محمد الفكي عضو المجلس السيادي الذي بدأ الحرب الكلامية مع البرهان عندما أشار بطريقة واضحة إلى أن يجب على سقارة الضباط الأحرار أن ينحازوا للشارع وأن يخيلوا البرهان وأن يحرروا المؤسسة العسكرية. هذه الخطابات التي كانت تأتي من المكون العسكري قوة إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أثار حفيظة المكون البرهان، مما اضطر وأخذ عدة اجتماعات مع الضباط في الأكاديمية العسكرية ومن ثم اتخذ هذا القرار، لكن في نهاية المطاف يظل الوفد الأمريكي المتواجد الآن في الخرطوم، هم لهم الباع ولهم الكلمة الكبرى في التغييرات السريعة والمتسارعة الآن في السودان. لكن أنا في تقديري هذه الجموع
التي نراها الآن في الشوارع هي التي ستحدد مستقبل السودان السياسي رغم التباينات. صحيح هذا الجمهور منقسم نتيجة لأن قوى الهلال الحرية والتغيير المكون المدني